وهحط الصينيه دي هنا كده، وهروح جايب على الصينيه الحلوه اللطيفه دي سنه زيت كده اهو، شايفين؟ ومش شرط انا احطها لكم في الفرن على فكره، يعني ما لكمش دعوه بالطريقه اللي انا بعمل بيها بتاعت الفرن دي عشان تبقى سخنه عليكم. ممكن احط عادي جدا لو حبينا تكون الصينيه مثلا بارده شويه مفيش مشكله، بالفرشه بعمل كده. الله، كده 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 شغل النقاشه ده. ده نقاش قديم. نقاشه قديمه دي اهو. طب ما تسيب لنا موضوع النقاشه ده وانت اطبخ. يعني ماشي، سهله. انا جبني في الصنفره والحاجات، ما عنديش مشاكل خالص. حتى الميه دول لي بقى ليه؟ عشان اعمل كده ايدي، شايف ايدي؟ واجي امسك حته الكفته اللطيفه دي عشان تلزقش. برافو عليكي. طعميه. لا مش طعميه والله. ما تعملش. بصوا، واروح اعمل كده. الله. تاني اعمل كده كده. والله طعميه كده. طب قول لي بقى يا حمدي، انا بيقولوا لي في ودني انت بتغني حلو قوي. لا لك في ودنك. انت عايزين تسمعوا ولا لا؟ بيكرهني من قلبي. اللي قال لك في ودنك ده؟ لا ده بيقول لي ده بمغني حلو قوي. مش بقول لك ماليش في الطبخ. انا لو قارنت الطبخ بالغنى فانا شايف احسن منك. انا في الغنى عندي مشكله. والله. ان انا ودني ما جاتش. ولا ما بتحفظش؟ لا بحفظ بس ودني ما جاتش. يعني كل ملحنين مصر بالاسامي ارسهم لك. كل واحد يجي لي يقول لي لا 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 ده مع فلان، انما معايا انا ده انت بتغني بسهوله. يقعد معايا ساعه في الثانيه في الثالثه يطردني. ما تطلعش لان حاجة. انا بغني وانا مقتنع ان انا بقول اللحن وانا بقول حاجه ثانيه خالص. اصلا خالص. وما بتغنيش بقى يعني طرب وحاجات كده ولا ايه بقى؟ مفيش. يعني مثلا اجي اقول ضحكت يعني فاقول ضحكت يعني وانا مقتنع ان ده اللحن. وبطرب بقى مع نفسك. يعني قلبها مال فيقول لي ايه ده مش كده اصلا، وانا مقتنع وبردد مع الاغنيه. انت بدي لحن مع مزاجك. مفيش. طب ده حلو يا حمد. يعني انا اسراء ممنوعه في العربيه، انا بحب ادندن ممنوع بقى. لا والله. تعلي على الاخر عشان ما تسمعش الدندنه. طب ادينا اي حاجه والله العظيم مصممين. طب اديكم ايه؟ اي حاجه من ذوقك. شفت الكفته عملتها ازاي؟ ركزوا معايا، هوديها الفرن 10 دقايق وهرجع لكم حالا. اي حاجه ايه؟ هبقى كده وما تساعدوني اي حاجه يا جدعان. انتوا ولا انتوا قولوا له قولوا له قولوا له قولوا له يا خديجه قولوا له يا اميره. 7 كرات. انت حافظاها؟ طب غني وانا هدندن زي العربيه. يلا يا غاوي 7 كرات زي القرعه تمد لبره ومفيش مره من المرات تهدي وترسي لك على كرة مجنني مجنني لما دي حافظاها باللحن. الله اكبر. باخدك مني باخدك مني مني دي اللي بتزود. انت كده بتساعدها يعني. لما بدايه مسقفك يا بنتي وبرافو جدا على الكلام الجميل ده، بس انا شايف ان هو دخل يعني بيشيل معاك بس قلت كرات ومني فانت بقى فرحان بمني. كده بحفظ.